واستعرض مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب الخطوط العريضة للموازنة العامة بعد إجراء بعض التعديلات عليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد السفير حسام القويش المتحدث باسم المجلس عقب الاجتماع، أكد أن الحكومة تتجه إلى خفض النفقات خلال الفترة القادمة لتقليص عجز الموازنة، وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستعرض على رئيس الجمهورية عقب عودته من غينيا الاستوائية. في أول اجتماع له بعد حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء ينتهي من الخطوط العريضة للموازنة العامة بعد إجراء بعض التعديلات عليها تمهيدا لعرضها مرة أخرى على رئيس الجمهورية. التعديلات التي وافق عليها المجلس تستهدف تقليص عجز الموازنة من خلال خفض النفقات. بالفعل طرح السيد وزير المالية اليوم الخطوط العريضة والمهمة في الموازنة بعد إجراء بعض المقترحات بالتعديلات عليها. كان في نقاش حوالين بعض المواد، واتفق على يعني بعد مناقشة بين السادة الوزراء على مقترح معين سيتم رفعه للسيد رئيس الجمهورية عقب عودته من غينيا الاستوائية. بخصوص توقيت الموافقة على الموازنة وإذا ما كان سيتم العمل بها لفترة إلى حين إقرارها، يعني الأمر يعود إلى عرضها على السيد رئيس الجمهورية. فيها بنود تتعلق بخفض النفقات وليس كلها في الإطار اللي حضرتك بتتكلم عليه، في تصور لإعادة هيكلة ضريبي، في تصور ل يعني إجراءات تحفيز للاقتصاد، إدارة أصول الدولة بطريقة مختلفة، كل ده يؤدي إلى أن تبقى في موارد إضافية في الموازنة. الاجتماع الذي استغرق ما يقرب من 7 ساعات استعرض أيضا عددا من الملفات الأمنية والاقتصادية واستعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان بجانب التجهيز لإجراء الانتخابات البرلمانية. أكد المجلس على تمام استعدادات لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، حيث استعرض السيد وزير التموين توفير السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية في مختلف ربوع الجمهورية، بالإضافة إلى المعارض الغذائية المقامة حاليا لتوفير السلع بأسعار مقبولة. وعلى صعيد آخر، نظر المجلس في الاستعدادات والإجراءات الجاري اتخاذها لاستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق والمتمثل في إجراء انتخابات مجلس النواب. اجتماع هو الأول لمجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد، خرج بنقاط واضحة ومركزة: مناقشة الأوضاع الأمنية واستعدادات شهر رمضان، والعمل على إجراء تعديلات للموازنة العامة تهدف إلى تقليص عجز الموازنة.